بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، قواعد اللغة. في هذه الفقرة إن شاء الله سنراجع بخون أديستينغي إي 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 إي. أنا أتعلم التمييز. هنا سنميز بين كتابة الصوت إي طبعا في نهايات معينة فيما يخص الأفعال. إذن جابخون أديستينغي إي 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 إي. لصون إي، إذن الصوت إي بي سورتوغرافي دو ملتيبل مانيير أون فرونسي. لصون إي، الصوت إي سورتوغرافي يمكن أن يملى، طبعا نتكلم عن الأورتوغراف يعني الإملاء أو طريقة كتابة الكلمات، إذن يسمى الأورتوغراف. عندنا فعل سورتوغرافي كما لو نقول يملى. لصون إي بي سورتوغرافي، الصوت إي يمكن أن يملى أو يكتب بملتيبل مانيير بعدة طرق. أون فرونسي، في الفرنسية يمكن للصوت إي أن يكتب بأر أو أو أكسون أيغي أو أو زاد أو أ إي أس أ إي تي أ إي أو إن تي أو أ إي أو. إذن كل هذه الكتابات تعطي الصوت أي طبعا في نهاية الفعل. Pour ne plus vous tromper, suivez le guide. لكي لا تخطأ اتبع الدليل. إذن عندنا أو أر كما نرى terminaison de l'infinitif des verbes du premier groupe. الصوت أي يكتب بأو أر كنهاية الانفينيتيف دي فيرب دي برومي جروب. طبعا نعرف بأن كل أفعال المنتمية للمجموعة الأولى أنها تنتهي بأو أر. مثلا لو فيرب أشتي أو بيا لو فيرب مارشي لو فيرب بارلي لو فيرب مانجي. إذا هاد الصوت أي الذي يكتب بأو أر على فان دي فيرب، إذا هاد أو أر إذا هو تيرمينيزون يعني أنه نهاية يعني أنه يأتي في الآخر. إذن terminaison de l'infinitif des verbes du premier groupe هو نهاية أفعال غير مصرفة. إذا نتكلم عن les verbes à l'infinitif كما نقول في حالتها الغير مصرفة. في اللغة العربية نقول أنا أضرب، إذا هذا فعل ضرب. عندما نقول هذا فعل ضرب المقصود أننا لم نصرفه مع ضمير. عندما أقول أنا أضرب أو أنا ضربت أنا أكلت أو أنا آكل، إذن هذا فعل أكل. عندما نقول فعل أكل المقصود أنه فعل غير مصرف. هذه الصيغة في اللغة الفرنسية نسميها لانفينيتيف. إذن عندنا أو أر تيرمينيزون دو لانفينيتيف دي فيرب دي برومي جروب. إذن هاد أو أر هي نهاية الحالة الغير مصرفة للأفعال للمجموعة الأولى. هناك مثلا لو فيرب ألي هذا فعل ينتهي بأو أر ولكنه غير منتمي للمجموعة الأولى، طبعا هذا حالة خاصة. أما بقية الأفعال المنتهية بأو أر فهي أفعال تنتمي للمجموعة الأولى. مثلا لو فيرب أشتي، لو فيرب أشتي كما قلنا، إذا هذا فعل منتهي بأو أر، إذا فهذا الفعل إليه الانفينيتيف، يعني أنه هو في الحالة الغير مصرفة. طبعا عندنا أيضا أو أكسون أيغي، الصوت أي ممكن أنه يكتب أيضا بأو أكسون أيغي. في آخر الأفعال التي تكون بهذا الشكل أكسون إيغي التي تأتي في آخر الأفعال في حالة لو بارتيسيب باسي. إذا نتحدث هنا عن أكسون إيغي كوم تيرمينيزون دي بارتيسيب باسي، يعني أن تأتي كنهاية لصيغة معينة للفعل تسمى لو بارتيسيب باسي. طبعا بالنسبة للأفعال المنتهية بأر مثلا لو فيرب أشتي، إذن هذا فعل غير مصرف، نحذف منه أو أر ثم نضع هاد أو أكسون إيغي. طبعا هذا الفعل نحذف منه أو أر ثم نضيف مكان أو أر نضيف أو أكسون إيغي، فيصبح عندنا كمثال أشتي أشتي. إذن هاد الصيغة التي عندنا هنا مثلا تسمى لو بارتيسيب باسي دو فيرب أشتي. إذن هذه الصيغة تسمى في اللغة الفرنسية لو بارتيسيب باسي. مثلا مونجي، إذن هذه لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل مونجي. أو مثلا مارشي، إذن هذا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل مارشي إلى آخره. في ماذا يصلح هذا لو بارتيسيب باسي؟ طبعا هذا لو بارتيسيب باسي الخاص بهذه الأفعال هو الذي يأتي في الأزمنة المركبة. مثلا لو باسي كومبوزي، هناك مثلا لو بلوس كو بارفي. في هذه الأزمنة نحتاج لهذا لو بارتيسيب باسي. نأخذ كمثال لو باسي كومبوزي،
إذا أردت أن أقول هو اشترى في الماضي سأقول il a acheté. طبعا الذي سيصرف هنا هو had avoir. طبعا هنا يأتي كمساعد فقط. نتحدث هنا عن le verbe avoir. Le verbe avoir. في البريزون نقول j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. طبعا أقول مثلا j'ai mes clés يعني أنا عندي مفاتيحي. Tu as tes clés, أنت عندك مفاتيحك. Nous avons des livres. نحن عندنا كتب. إذن هاد أفوار يفيد الملكية عندما يأتي بعده اسم. لكن هاد أفوار أيضا يأتي كمساعد. يأتي بعده هاد البارتيسيباسي الذي نتحدث عنه. فيفيد مثلا الماضي. إذن سأقول مثلا j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. تماما كما ذكرنا قبل قليل للتعبير عن الملكية. J'ai un livre, tu as un livre, nous avons des livres, vous avez des livres, ils ont des livres. هم عندهم كتب. لكن بدل كتابة livre سنضع le participe. سأقول ماذا؟ J'ai acheté. سيصبح عندنا أنا اشتريت. Tu as acheté, أنت اشتريت أو أنت اشتريتي. Il a acheté, هو اشترى. Nous avons acheté, vous avez acheté. يعني أن هذا le participe الخاص بفعل acheté يعني أنه يبقى يتكرر تماما كذكرنا للكتاب أو للكتب أو لأي شيء يأتي بعد تصريف avoir في البخيزون كما قلنا للتعبير عن الملكية. ما كان هذا الشيء نضع لبارتيسيباسي. رأينا كيف لنا أن نحصل على لبارتيسيباسي خاصة في الأفعال المنتمية للمجموعة الأولى. طبعا نحذف أر ثم نضع أكسون إيغي ثم ننتقل إلى أي التي يمكن كتابتها بأزاد. إذن هاد أزاد في آخر الفعل terminaison de la deuxième personne du pluriel vous. نتحدث عن la deuxième personne du pluriel vous. إذن نتحدث عن الضمير الثاني للجمع اللي هو أنتم. تنعرف بأن je c'est la première personne du singulier. إذن je هذا الضمير الأول للمفرد أنا. ثم tu هذا la deuxième personne du singulier. إذن هذا الضمير الثاني للمفرد il. إذا نتكلم عن il أو elle sans s. إذا نتحدث عن il أو elle هو أو هي. إذا نتحدث عن la troisième personne du singulier il sans s elle sans s. هذه la troisième personne du singulier. إذا هذا الضمير الثالث للمفرد. طبعا نتحدث عن الغائب. ثم ننتقل إلى le pluriel إلى الجمع. إذا نتحدث عن la première personne du pluriel. إذا نتحدث عن الضمير الأول للجمع. إذا نتحدث عن nous. ثم vous كما عندنا هنا نتحدث عن la deuxième personne du pluriel. نتحدث عن الضمير الثاني للجمع. ثم وأخيرا نتحدث عن il avec s أو bien elle avec s. إذا نتحدث عن la troisième personne du pluriel. إذا نتحدث عن الضمير الثالث للجمع. عندما نصرف فعلا أو بخيزون مثلا إذا سنحصل على صيغة مع فو بنهاية أزاد. طبعا هاد أزاد تنطق أي. مثلا فو زاشتي أنتم تشترون أو بيان فو بارلي أنتم تتكلمون فو مانجي أنتم تأكلون فو شيرشي أنتم تبحثون. سينو غوبخونو لو فيرب أشتي. إذا أخذنا من جديد فعل اشترى سأقول جاشت أنا أشتري تي أشت أنت تشتري أو أنت تشترين إل أشت أل أشت نزاشتون فو زاشتي أنتم تشترون إل أشت إل أشت. طبعا الفعل يأخذ زاد ألفا عندما يأتي مع الضمير فو. ثم عندنا أي أس أي أس إذا تنطق أيضا أي. طبعا هاد أي أس تأتي كنهاية. إذا نتحدث هنا عن la terminaison des premier et deuxième personne du singulier à l'imparfait. طبعا عندما نصرف فعلا à l'imparfait طبعا مع la première personne et la deuxième personne du singulier. إذا هذا الفعل يأخذ AES. مثلا j'achete أنا كنت أشتري. Tu achete أنت كنت تشتري. نتحدث هنا عن تصريف فعل
à l'imparfait. Et dans ma je ou ma tu, had le fiel yakhoub a et s. Et dans had a et s, ton taq ay. Et dans aqul kama qulna, j'achete, tu achete. Ana kuntu achteri, anta ou anti kunti tachterin. Tumma, fi nafsi al-zaman, al fiel yakhoud a et tay. Et dans a et tay, ton taq ay dan ay. Fi nafsi al-zaman, al fiel yakhoud a et tay. Had a et tay, ton taq ay. On pourra avoir a été comme terminaison de la troisième personne du singulier à l'imparfait. Et d'un moukin anna yukun adna a été qui se prononce de la même manière et allati tuntaq binafsit tariqa et d'un on pourra avoir a été comme terminaison de la troisième personne du singulier à l'imparfait. Et d'un fi halat moukin tkun adna a été kanihaya ma'a damir talit lil mufrad walakin fi zaman l'imparfait. عندما نصرف فعلا على امبارفي اذا نقول مثلا الى اشتي هو كان يشتري ال اشتي هي كانت تشتري ايضا في نفس الزمن مع لا ترويزيام بيرسون دي بلوريال على امبارفي دو لا ميم مانيير اون بورا افوار ا اي او ان بي كوم تيرمينيزون دو لا ترويزيام بيرسون دي بلوريال على امبارفي اذا ممكن تكون عندنا ا اي تي كي سو برونونس اوسي اي comme terminaison de la troisième personne du pluriel à l'imparfait. Et dans le monde qui est un adna, a e e n t, yani kanihaya ma'a abdamir talit lil jam' walakin fi l'imparfait. Et dans le nakul matalan, il achete, hum kanu yashterun, al achete, hunna kunna yashterina. Aydan fi halat ukhra mumkin tkun adna a e e. A e e tuntaq ay. Et dans le tahaddat huna an le verbe avoir, à la douzième personne du singulier, à l'impératif. Et donc, on a parlé de l'amr. L'amr, c'est que tu as un homme, il y a chose. Et donc, on a parlé de l'amr, l'impératif. Le verbe avoir, fi'l, imtalaka, comme l'on a dit, et y'a'ti, fi halat okhra, comme moussa'id, li tasrif ba'd l'af'al, fi'l azmina al-murakaba, on a parlé de l'étant, composé, et donc, on a parlé de l'avoir, fi'l amr. Avoir, à l'impératif, ولكن à la deuxième personne du singulier. Et donc, on parle de l'adamir tani, non le mufrad. On dit, maintenant, aie pitié de lui. Faltakul laka lahu shafaqa. Faltakul laka shafaqa alayh. A-I-E, verbe avoir à la deuxième personne du singulier à l'impératif. Exemple, aie pitié de lui, yani faltakul laka shafaqa alayh, ou lahu. Ou maintenant, aie confiance en moi. Aie confiance en moi. فلتكن لك ثقة بي. فلتثق بي. Aie confiance en moi. Le verbe avoir à l'impératif avec la deuxième personne du singulier. Et donc, on parle de تصريف هذا الفعل. فالأمر ولكن مع الضمير الثاني. يعني أنك تأمر شخصا بأن يكون له كذا. تنعرف بأن avoir تفيد الملكية من اللي تيجي بعده اسم. طبعا نتحدث هنا عن لا بيتي يعني الشفقة، نتحدث عن لا كونفيونس يعني الثقة. إذا بمعنى آخر نتحدث عن ملكية الأشياء بشكل معنوي. ثم à la première personne du singulier au présent du subjonctif. الضمير الأول في المفرد ولكن au présent du subjonctif. طبعا نحصل على نفس الصيغة. نقول il faut que j'ai le temps. يجب أن يكون لي الوقت. Il faut que j'ai le temps. طبعا لو سيبجونكتيف ديما تكون فيه هاد كو زائد الفعل. بأن آكل، بأن أعمل، بأن أكتب. لو سيبجونكتيف تيعبر على هاد المعنى. دائما في تصريف أفعال فلو سيبجونكتيف كما لو نقول بأن الفعل يكون مسبوق بأن. يجب أن أفعل أو أنا أفكر بأن أقوم بكذا. إذا لو سيبجونكتيف تعبر على هذا المعنى. إذا كما عندنا هنا il faut que j'ai le temps. يجب أن يكون للوقت. كما لو نقول هنا يجب أن أمتلك الوقت. كما لو نقول هنا يجب أن أمتلك الوقت. إذا هاد فعل امتلك لتعبر عليها لو فيرب أفوار بعد أن إن صح التعبير يعني أنه تيأخذ هاد الصيغة. إذا يأخذ أي. يأخذ أي.
إذا أقول il faut que j'ai le temps. يجب أن يكون للوقت. إذا هذا المعنى كما قلنا يعبر عنه لو سبجونكتيف. طبعا صيغة الأفعال في هذا الزمن أنها تتغير. مثلا إذا أخذنا le verbe faire نقول مثلا il faut que je fasse attention. يجب أن أفعل انتباها. il faut que je fasse. il faut que je fasse attention. المقصود يجب علي أن أنتبه. طبعا الأفعال تأخذ صيغ أخرى. لكن هنا نتحدث عن le verbe avoir au présent du subjonctif. إذا نقول il faut que j'ai le temps. يجب أن أمتلك الوقت. المقصود يجب أن يكون لي الوقت. نستأنف في الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.